أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري انخفاض الجرائم في عموم البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مؤكدا تراجع معدلات الدكة العشائرية 77%. وقال في مؤتمر صحفي أن نسبة عدد جرائم القتل العمد والمشاجرات العشائرية على مستوى العراق انخفضت بنسبة 26% في الثلاثة أشهر الأولى لهذا العام، مقابل انخفاض نسب جرائم السطو المسلح 73%. عندنا الملف الأهم والأشمل والأكبر هو ملف الجريمة الجنائية. بالحقيقة قارنا الثلاث أشهر الماضية خلال عام 2024 مع الثلاث أشهر في عام 2023، وحددنا جهود وزارة الداخلية والعمل المبذول. لذلك راح أعلن لأول مرة النسب التي وصلنا إليها. عندنا انخفاض في عدد جرائم القتل العمد في مستوى العراق، انخفضت بنسبة 26% في الثلاث أشهر الأولى عن الثلاث أشهر في عام 2023. جرائم القتل العمد انخفاض 26%، جرائم الشروع بالقتل انخفاض 19%، المشاجرات العشائرية التي يتخللها إطلاق نار انخفاض 25%، كذلك الدقة العشائرية من أكبر التحديات التي تقع على عاتق وزارة الداخلية بعد جهودها الاستثنائية وما قامت به في عدة عمليات ودور القضاء في معالجة هذا الموضوع وإصدار القوانين المهمة في هذا الجانب، انخفضت الدقة العشائرية بنسبة 77%. وأيضا جريمة الانتحار للأسف حتى نكون شفافين سجلت ارتفاع بنسبة 2%. أما جريمة السطو المسلح فانخفضت بنسبة 73%، وجريمة التسليب انخفضت بنسبة 9%. أما مجموع الحوادث بشكل عام في عموم البلاد وفي عموم العراق انخفضت بنسبة 5% عن عام 2023، لكن هذا الرقم 5% هو ليس الرقم المهم في العملية بقدر ما الجرائم المهمة اللي هي القتل والدقة العشائرية والشروع وغيرها من الأمور المهمة هي التي انخفضت.